حلقة النظام أكشن. 3 2 1 أكشن أكشن أكشن. وميخا بيقول ميخا بيقول النظام حلقة النظام ميخائيل. عايزة أعرف اسمك وعندك كم سنة؟ جانا محمود مصطفى محمود بلال. اسمي مريم مجدي صبر. أنا اسمي ميخائيل وعندي 10 سنين. عندي 8 سنين. عندي 9 سنين. طيب قولي يا ميخائيل يعني نظام؟ نظام يعني ماما لو قالت لي حط حاجة في مكان أو ما نبهدلش حاجة هو ده اسمه النظام. انت تبقى مرتب حاجاتك، اي حاجة بتاعتك ترتبها بشكل منظم علشان ايه؟ لما اجي اعمل حاجة تاني اكون مستعد ولاقيها على طول. قوليلي مثلا انت ازاي بتنظمي يومك؟ احكيلي كده بتعملي ايه من الصبح لبالليل؟ بختار اي حاجة بقى اقعد اقول دي اللي انا هعملها الاول، وبعدين اعمل دي بعديها، وبعدين اعمل دي بعديها، اقعد ارتبهم. لما اجي اصحى الصبح بغسل سناني واغسل وجهي وكده. انا الاول المفروض ان انا اول ما اصحى من نومي او بابا يصحى من النوم ويروح شغله وماما تصحى كله يصحى، لازم اروق اوضتي كويس وخليها نظيفه. بعد كده لما يكون مثلا عندي مدرسة أحضر نفسي وألبس لبسي وأفطر وألبس شنطتي وأنزل أركب الباص وأروح المدرسة. طيب هو إيه اللي هيحصل يعني لو ما نظمناش يومنا أو ما قلناش مثلا هنعمل إيه قبل إيه؟ إيه اللي هيحصل يعني؟ كل حاجة مش هتحصل، وهيكون اليوم مش هيبقى مميز. أخسر حياتي. يبقى كده ماما تفضل تضربنا وتزعق فينا. ويبقى يعني كل يوم لو مش منظمين يبقى حاجه وحشه قوي، عشان مش هنعرف ننظم يومنا بعديها. شد جسمك لان طريق النجوميه هيبدا من هنا. عندي هيبدا من البوف ده. الوقت بقى قال لك ماشي. يلا يا بيه يلا. انت ايه هواياتك؟ هواياتي ان انا بحب الرسم وبعزف على الجيتار وبحب التمثيل وبس. طب احكي لي بقى، انت عندك هوايات كتيره قوي، بتعمل ده كله ازاي مع الدراسه كمان؟ مثلا بعمل ساعتين واجبات وساعه مذاكره. انا بروق اوضتي مع ماما، وبروق حاجات كتير مع ماما وبساعدها. ولو في وقت اتفضى من يومي اقعد اعمل هواياتي كده أسلي نفسي بيها. في المذاكرة أنا ممكن أذاكر من غير ماما، وبعرف أذاكر قوي، وأصلاً أنا مخلصت كتاب لوحدي في اليوم نفسه اللي جبته فيه الكتاب. عرفت لي كتاب حياتي يا عين. ممكن تكون ناجح وأنت مش منظم؟ لا لا. إيه؟ لا ممكن أكون ناجح وأنا مش منظم، مينفعش. شرط أساسي هو النظام. كات، شرط الأول ميخ.